وتاني فقراتنا الصباحية لليوم رح نروح لفقرتنا الطبية لنحكي اليوم عن بشكل عام عن تركيب المفصل الاصطناعي. طبعا مفصل الركبة من المفاصل اللي بيتم الاعتماد عليها بشكل كبير بالحركة، لكن مع التقدم بالعمر أو عند التعرض لإصابة معينة هون بهي الحالة ممكن يستدعي زيارة طبيب أو يستدعي تركيب مفصل صناعي. لكن كتير ناس رشا بتقول ممكن إلى سلبيات ممكن إلى إيجابيات، ودائما في مخاوف من هذا الموضوع. أكيد ليلى، اليوم أي جسم غريب بده يدخل بالجسم ممكن يعمل لنا حالة من القلق اللي كنا عم نحكي عليها بأول فقراتنا. هلأ الدكتور عم يقول لي أنه هي أصغر يعني ركبة، يا دكتور أنه ممكن يتركب في أحجام وفي أنواع لهي القصة، ولكن أكيد اليوم الطبيب وقت بيقرر أنه هذا الشخص بحاجة لهذا الإجراء بيكون واصل لأعراض كتير لأسباب كتير بتخلي الدكتور اليوم يدخل غرفة العمليات. وقالنا الدكتور انه احنا قبل 18 سنه مفروض ما يروح اي شخص لهذا الاجراء. رح نحكي عن اجراء تركيب المفصل، اعراضه، الاسباب، وكيف ممكن يتاقلم الشخص ما بعد العمليه. وضيفنا لليوم هو الدكتور علي حمدان، اخصائي جراحه عظميه. شكرا يا دكتور للحضور الجميل، بس خوفتنا بهي اول ما فات دغري يعني. لا يسعد صباحكم. اهلا يعني اهلا وسهلا دكتور، لنقرب الفكره شوي بس لاخواننا المشاهدين. دكتور اهلا وسهلا فيك. طبعا خصوصا كبار السن هم اكثر شيء بيعانوا من مشاكل بالمفاصل، ويمكن هاي الحالات بيكونوا يمكن المراحل النهائيه دكتور لحتى يستدعي انه تركيب المفصل. خلينا نعرف شو هو استبدال المفصل. استبدال مفصل الركبه احنا بشكل بسيط هو ازاله الغضروف المتآكل أو الأجزاء تحت الغضروفية اللي هي تقدر بالمليمترات، يعني مو أكثر من هيك، يعني يزيل أجزاء من المليمترات من المفصل وبنعوضها بنلبسها خلينا نقول يعني بهالمركب هذا اللي الصنعي اللي عم نشوفه. هذا بيأمن استعادة حركة المفصل بشكل أفضل مع ألم أو مع ألم أخف من الألم اللي كان عند المريض قبل الجراحة. بشكل مبسط يعني هو استبدال لغضروف المفصل بشيء صنعي. طيب دكتور علي، اليوم ايمت الطبيب بيقرر اتخاذ هذا الاجراء؟ ويمكن في اشخاص كثير بتكون بحاجته ولكن بتخاف يعني من هذا الجسم الغريب اللي بده يدخل الجسم. انا حسيت وزنه ثقيل يعني. هلا نحن موضوع تبديل المفصل لحالات معينه، لحالات متقدمه. نحن بنقول انه نعمل تبديل مفصل لما يوصل المريض لألم بيسبب عنده عجز، الألم المسبب للعجز المؤثر على نمط الحياة على نفسية المريض. هون بنقول له للمريض انت وصلت لمرحلة انه لازم تعمل تبديل مفصل، اعتمادا على الألم المريض، اعتمادا على اشعاعات مرفقة تشخيصيا يعني دكتور. تماما تشخيصيا. ما فيني اعتمد على صورة شعاعية لوحدها لقاله للمريض أنت لازم تعمل عملية بناء على هاي الصورة. ما فيني اعتمد على عمر المريض لوحده. لازم يكون عندي ألم شديد بسبب عجز عند المريض. أنا اليوم مثلا مدرس، ما عاد قدرت مثلا بمشي مثلا كل يوم نص ساعة ساعة، ما عاد قدرت أمشي، ما عاد قدرت أقوم بحاجاتي اليومية. رح يوصل مريضنا لمرحلة أنه يبرك. لا، هون لازم نتدخل ونعمل مفصل الركبة، وهي الحالات قليلة طبعا، يعني مو انه والله كل ألم ركبة ما شائعة كثير. لا، مو كل ألم ركبة طبعا، هي حسب العمر خلينا نقول. كل ما كانت الأعمار متقدمة بنلاحظ هاي الحالات أكثر، بس مو كل ألم أو تنكس ركبة هو تبديل مفصل، يحتاج إلى تبديل مفصل ركبة. تمام. لا، هذا الفكرة خاطئة جدا. بالنسبة لموضوع انه جسم غريب، نحن دائما نأكد على موضوع المعدن الموضوع داخل جسم الإنسان نوعه. هو تماما يعني هو غالبا تيتانيوم، أغلب المعادن هي التيتانيوم. هلا بالمفصل الورك ممكن نلاحظ في شيء اسمه السيراميك، ركبه فيه تيتانيوم يعني فقط تيتانيوم، والماده الغير معدنيه هي بولي ايثيلين، هي معالجه لحتى ما تعمل اي مشاكل. حتى الاسمنت اللي بيوضع الاسمنت الطبي اللي بيثبت المفصل على العظم، هذا اسمنت كذلك له معالج، له تاثيرات من ناحيه الحساسيه قليله جدا على جسم الانسان. يعني ما في شيء اسمه رفض للمعدن بصراحة، إلا رفض إنتاني بيكون عادة يعني التهابي. الثقيل يعني وزن، فيه وزن يعني وحملته يعني اليوم قادر الإنسان تكون حركته طبيعية؟ دائما لازم نأكد على العضلات المحيطة بمفصل الركبة، لازم تكون عضلات قوية سواء قبل الجراحة وكمان بعد الجراحة. ضروري جدا يكون عنده عضلات
قوية، لازم يكون في عندي أربطة كذلك الأمر جيدة للركبة، مو بس شلت غضروف ولبست هذا العظم بشيء أمن حركة أنه خلص هاي عملية مفصل، لا هي أعقد من هيك بصراحة. طيب دكتور، اليوم بعد إجراء العملية الجراحية استبدال المفصل في تعليمات أكيد بيطلب الدكتور من المريض لأنه ممكن تصير معه بعض المضاعفات، خلينا نحكي شو هي المضاعفات الممكن وشو هي التعليمات اللي لازم يلتزم فيها المريض؟ دائما نحن الجراحة المدروسة بتؤدي لمضاعفات أقل، الجراحة المدروسة من ناحية تخطيط العمل الجراحي من حيث صحة المريض العامة لازم نحطه للمريض بالإجراءات اللي لازم يعملها، أنه لازم يعرف المريض أنه لازم يمشي ثاني يوم بعد العملية، وهي ميزة المفصل الإسمنتي للركبة، ثاني يوم بيمشي، لازم يكون في تأهيل للمفصل فيزيائي بعد العملية. بالنسبة للاختلاطات مرتبطة بتخطيط سيء، دائما الاختلاط كل جراحة لها اختلاط، لكن التخطيط السيء هو اللي بدي الاختلاطات. أسوأ الاختلاطات هي الالتهاب أو الانتان، خلينا نقول يعني بالعامية بسموها التهاب، هي الانتان المفصلي أو التهاب الانتاني بعد العمل الجراحي، أسوأ الاختلاطات. ممكن بعض المرضى يكون بيبقى عندهم شوية ألم مرتبط بعدم تطابق الداغصة أو الصابونة مع المركبات الفخذية، ممكن لا انت يعني من الاختلاطات المتأخرة يبلش يصير عندي انحلال حول المفصل، فبنخسر وظيفه بيخسر وظيفه المفصل، فبحاجه لاعاده استبدال. طبعا كل ما كانت الجراحه متقنه اكثر، المريض مدروس اكثر، كل ما كانت هاي الاختلاطات اقل، وهي على فكره اختلاطات نسبتها قليله مقارنه بالعمليات الناجحه. طيب دكتور، في حال يعني خلينا نقول ولا 1% صار احد المضاعفات اللي ذكرتها، يعني خلينا نقول طبيا كيف اليوم تتدخل حضرتك؟ يعني إذا صار في التهابات إنتانات، هل صار عندي أنا التهاب مفصل فورا يعني خلال 4 أسابيع لازم ينغسل هذا المفصل كإجراء مبدئي. ينغسل؟ تماما، نعمل غسيل داخل يعني عمل جراحي ثاني بصراحة، بنفتح المفصل بنغسله بنعطيه فرصة بعد 4 أسابيع، لا هون خلص هذا المفصل غالبا يحتاج إلى إزالة إذا كان عم نحكي على اختلاط إنتاني. يحتاج إلى إذا كان الإنتان بعد 4 أسابيع أو أكثر من 4 أسابيع لازم هذا يزال هذا المفصل، ويعني بنحط أي نوع تثبيت أو بنحط مفصل إنتاني بنسميه سبيسر، بنحطه هذا المفصل مغطى بمادة دوائية لحتى يروح الالتهاب ونرجع بنعيد العملية. طبعا احنا كجراحين يعني أسوأ اختلاط ممكن نلاقيه هو هذا الاختلاط، لأنه هذا الاختلاط راح يعملنا تكلفة عالية، مرضى عالية، خاصة أنه مريض يعني المريض بيكون مريض مثلا يعني جاي يخلص من مشكلة، فبتخلق عنده مشكلة أعقد شوي، ولكن هاي النسبة قليلة جدا جدا بصراحة. موضوع أنت. طب دكتور، اليوم إذا بدنا نروح هيك بشكل عام للأسباب الأساسية اللي بتؤدي لتآكل المفاصل وخصوصا اليوم في مرحلة من العمر، خلينا بعيدا عن التعرض، أكيد اليوم الشخص بس يتعرض لإصابة معينة رح يصير عنده مشكلة معينة، لكن بعد تقدم بالعمر كثير في أشخاص بيعانوا من موضوع شائع اليوم، هل التغذية، هل الوزن الزائد، هدول من الأسباب اللي بيخلوا تآكل المفصل مع التقدم بالعمر. موضوع التآكل الغضروفي تآكل غضروف المفصل يعني مصطلح أدق، هو شغلة يعني بدها تصير عند كل الناس، هي مرتبطة بالتقدم بالعمر، شيء عم نستهلكه وأكثر ما بميز هاي الخلايا الغضروفية أنها خلايا غير متجددة مثل خلايا العصبية مثل خلايا العين، فهي تستهلك بمرور الزمن. هلأ بصراحة العامل الفيزيائي أو النشاط الفيزيائي هو أهم عامل لنحافظ على غضروفنا لفترة أطول، غضروف مفاصل الركبة أو غير الركبة. نحن عم نحكي عن الركبة، هي أشع الإصابات التنكسية بتكون بمفصل الركبة نتيجة طبيعة هذا المفصل ونتيجة الفعالية اللي بيتعرض لها يعني هذا المفصل في مدى حركة غير مدى حركات المفاصل الثانية، حامل الوزن أكثر، فهذا بيعرضه لهي المشاكل أكثر. هلا موضوع التغذية موضوع ثانوي، موضوع الوزن موضوع أساسي، الوزن زاد له دور بهي القصة، لكن الأهم من ذلك هو الفعالية الفيزيائية. حتى يعني في دراسات حديثة أنه الشحوم أو البدانة أو كذا إلى طريقة غير موضوع أنه يصير في وزن على غير هذا الموضوع، بالدراسات الحديثة أنه في سمية، مواد سمية بتأذي الغضاريف بصراحة، يعني غير موضوع أنه تأثير خلينا نقول ميكانيكي فقط. ممكن نوع من الأدوية دكتور كمان تأثر على المفاصل؟ هلا الأدوية عادة
قليل الا الادويه الموضعيه، مثلا حقن الكورتيزون الموضعي له دور بهي القصه. لذلك ما بينحقن عند مين من كان، دائما نحن استشارات طبيه، سواء تبديل المفصل سواء يعني اي اجراء جراحي ثاني في له استطباب. خلينا طيب دكتور، خلينا هيك نروح لما بعد اجراء العمليه، يعني حضرتك شرحت لنا كيف بيتم اجراء ضمن غرفه العمليات. طب هذا المريض او اللي عمل هذا الاجراء بحاجه لتوصيات، يعني قلت لنا شغله انه هو ثاني نهار بده يمشي، ولكن اكيد ما راح يقوم يركض، يعني في توصيات، في محاذير اليوم مفروض كثير ينتبه عليها، شو هي اهم المحاذير اللي ممكن توصي فيها حضرتك؟ احنا دائما العنايه بجرح العمليه بعد العمل الجراحي هو اهم، يعني حتى ما يصير عندنا اي مشاكل انتانيه، هي من اهم المواضيع. القصص الثانيه اللي بنهتم فيها هي فعاليه المريض، لازم المريض يبلش فعاليه فيزيائيه باكرا حتى ما يصير عنده تيبس بالاربطه، حتى ما يصير عنده يضل عنده خوف من هذا الموضوع. وكثير بيتفاجئوا المرضى انه انا كثير مثلا انه بكون خايف من كيف بدي امشي عمليه وجرح واسع وهدول القصص وكذا، فبتلاقيه بيمشي ثاني يوم وبالتدريج بيزيد فعاليته الفيزيائيه. بننبه كثير على موضوع يعني بعض الاختلاطات اللي ممكن تصير بعض المفاصل، مثل التهاب الوريد الخصري او يعني بنسميها جلطه الرجل او هيك يعني بالعاميه التهاب وريد خصري، ممكن هي بالمميعات والحركه ورفع الطرف يعني نتخلص من هدول القصص. وبرجع باكد انه موضوع المشي او الحركه هو الافضل يعني. طب دكتور، إذا بدنا نروح ونحكي عن نسبة نجاح عملية تركيب المفصل، يمكن بتتفاوت بين شخص وآخر، قديش نسبة النجاح؟ هلا نسبة النجاح ليس علاقة بالشخص، نسبة النجاح لها علاقة بالحالة إذا مدروسة صح أو لا. يعني أنا حالتي دارسة صح، مقدم مفصل صحيح للحالة، هل هي تحتاج بالأساس إلى استبدال؟ هل أنا مريضي فهمان شو هو الاستبدال؟ شو وظيفته؟ نسبة نجاح عالية بصراحة على مستوى عالمي، توصل لفوق 95% بالمستويات العالمية، ناجحة جدا جراحة مفصل الركبة. بس لازم نعرف نحن شو الفكرة، يعني أنا طبيعة الألم اللي أنا تخلصت منه، أنا ما عم برجع عم حط مفصل 100%، رح يرجع مفصلي مثل ما كان قبل 20-30 سنة، بس أنا عم بيخلصني من تحدد حركة، عم بحل لي مشاكل العجز، أكدت دائما ألم مسبب للعجز، هون المريض أكيد رح يلاقي فرق. بس إذا كان ألم المريض بسيط وحركته منيحة وجا عمل مفصل، هون أكيد المريض ما رح يكون عنده هلا. فالنسب هي عالية عالميا فوق 90%، فوق 95% بعض المراكز المتخصصة بجراحة الركبة، خاصة طوروا شغلة هي تبديل مفصل باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد. يعني صار اليوم المفصل بينعمل سكانر للركبة، سي تي سكان، بتتاخذ لقياسات وبينبعت على الشركة المصنعة، بتصنع مفصل قياساته تناسب مفصل المريض، يعني بينبعت معه حتى أدوات تستخدم لمرة واحدة، فهي قللت كثير نسبة الاختلاطات الإنتانية وطول العمل الجراحي وهدول القصص. جراحة الركبة أو جراحة مفصل الركبة جراحة ناجحة جدا بصراحة. طيب دكتور، هل اليوم بعد إجراء العملية في أدوية رح يستمر عليها المريض، يعني خلينا نقول طيلة حياته أو شلون؟ ما في أدوية مزمنة بعد العمل الجراحي. أهم فكرة بالعمل الجراحي لمفصل الركبة نخلص المريض من الألم، نخلص المريض من استخدامه للمسكنات لفترات طويلة. بس بدها تشيك عند حضرتك يعني، أو لازم شيك على وضع المتابعة دائما، يعني على الأقل يعني اول فتره يعني ممكن تكون شهريه، بعد سته اشهر بتصير كل ثلاث شهور او كل ست شهور، يعني حسب الحاجه اللي بشوفها المريض يعني. طب دكتور، اليوم في عمر معين بينصح الطبيب انه ما بيصير تركيب المفصل لسه بكير، حتى لو كان يمكن المريض بحاجته ممكن يلجا الطبيب لعلاجات معينه، او ممكن العمر ما له علاقه؟ لا، العمر مهم جدا بجراحه استبدال المفاصل خاصه الركبه، يعني الركبه ما كل ما كان المريض كل ما صغر العمر، عكس ما بفكروا كثير ناس انه انا دكتور عمري كبير بدي اعمل مفصل، هو المفصل خصص للاعمار الكبيره، فكل ما كان عمر المريض اصغر بنبعد عن الجراحه اكثر. هلا في اجراءات عند الشباب، انا مثلا عندي مريض صغير عمره 25-30 سنه صغير. او اقل، مثلا عنده مشكله بالركبه شديده، بتكون عاده مشكله ثانويه نتيجه انتان، نتيجه رد كسر يعني تنكس المفصل، تخرب، الم شديد، نلجا لاجراء بديل هو الاجراء اسمه الايساق المفصلي. انا بعمل التحام مفصلي ريس ما يصير عمره مثلا 50 55، برجع بعمل مفصل ركبه بوقت ثاني.
دكتور، فمن بعد عن تبديل المفاصل بالاعمار الصغيره للركبه عكس الورك. الورك ممكن يتبدل بعد 18. دكتور علي، نتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما يعني الاستشارات الطبيه عند اي انذار ممكن يصير عنا احنا ممكن تكون نتيجتها افضل. يعني يمكن المريض وقت اللي بيروح بيجي عند حضرتك بيروح بحاله اسعافيه، لو رايح قبل كان ممكن في حلول غير العمليه. بحاله متقدمه عاده المرضى، كل ما كان المريض يعني مشخص باكرا، طبعا مو موضوع استبدال المفصل الركبه فورا، بس كل ما كان متابعه صح ونعمل المفصل بالوقت الصح افضل ما يكون وصل المريض لضعف عضلي مزمن وما بتحمل هاي يعني في بعض المراحل بيوصل لازيات اربطه الركبه، هون بنصير بنستعيد عن هاي المفاصل بمفاصل معقده اكثر وكمان نتائجها راح تكون اقل نهايه الامر. بالصحة والسلامة دكتور علي لكل الناس اكيد، وبنتشكر حضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها. يومك حلو. شكرا.